القانون الدولي الإنساني ويتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى. جئنا اليوم ومعنا كافة مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة لنقول للعالم بأسره بأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتعنت في إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية لمستشفيات قطاع غزة لليوم 394 يوم على التوالي، مما يفاقم الوضع الصحي لمرضى قطاع غزة، الأمر الذي يضع المسؤولية الكاملة أمام الجهات المعنية للضغط الفوري على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الأجهزة الطبية وكذلك إدخال الاحتياجات الدوائية اللازمة لمرضى القطاع.